انا عايز ارجع لاغاني وهي برضو ايه دخلت في عالم السينما زي مثلا اغنيه مين يهمه وزي يا عيني عليك يا طيبه، يعني الاغاني دي بالصدفه كده الاغنيتين مع المخرج خالد يوسف. تقولي ايه عن الاغاني دي وتجربتك في هذه الاغاني؟ يعني مين صاحب الفكره بتاعت يا عيني عليك يا طيبه؟ لا يا عيني عليك يا طيبه، انت قريت السيناريو؟ لا يا عيني عليك يا طيبه، الفكره فكره خالد يوسف. كانت فكره خالد يوسف. كويس. هو طبعا اللي محدد مكان الاغنيه ومحدد فكرتها ومحدد كل حاجه. كويس. بس بتتبقى دايما تجربه الشاعر وثقافته وفلسفته. مليون في انت المية. لو جبت اي شاعر تاني يكتب الغنوه دي هيكتبها وهتبقى حلو. مش هقول لك لا، يعني هتبقى حلو، بس مفيش وتصرخ ماما تصرخ ولا حد هيسمعك. مفيش مركب هتقدر بالعمر ترجعك. ايوه، دي فلسفه كوثر مصطفى. بالتاكيد بالتاكيد. كل شاعر عنده بصمته، عنده رؤيته بالظبط، واذا ما كانش وعنده جملته ومفرداته الخاصه. وخدي بالك ان هي دي اللي بتخلق، بتفرق شاعر عن شاعر تاني، عن حد تاني يعني. وانا اعتقد ان مفرداتي وافكاري وتعبي الشديد جدا على كل اغنيه انا بكتبها هو اللي بيطلع منها في الاخر صحيح انها شيء متميز. شيء متميز ومختلف. بس طبعا الفكره فكره خالد، والموضوع اساسا كله بتاعه يعني. طيب ومين يهمه لو ان دم عصفور صغير على الارض سال. بلاش تجاوب على السؤال. أيوه. اكتم في قلبك صرختك. بلاش تجاوب على السؤال، لا الإجابة تموتك. يا سلام، حسيت كده وانت بتتكلمي من شوية يعني ان في بعض المرارة في كلامك. يعني هل حاسة انك ما خدتيش حقك يعني؟ طبعا انا اللي اداني حقي الناس اللي سمعتني. الناس اللي سمعتك؟ الجمهور اللي جمهور. سمع كلامي. أيوة. واللي حبه وقدره وقدرني معاه. انما على مستويات كتير انا حاسه بان انا اتظلمت، وان انا موهبتي اكبر من كده يا جماعه. انتوا ما ادتونيش فرصه كافيه. ويمكن اكون انا كمان ظلمت نفسي. ازاي؟ انا ليا طبيعه وليا ظروف وكل ده كان بيأثر في علاقاتي، وازاي اتواصل وازاي انشر شغلي وازاي اهتم بيه على قد ما قدرت وعلى قد صحتي وعلى قد ظروفي. انا كافحت لحد اخر دقيقه، لحد ما انا قاعده قدامك دلوقتي انا بكافح. لكن انا عارفه ان انا قصرت. كان المفروض حجم انتاج الغزير جدا ده، لان عندي شغل كتير جدا ما اتغناش، كان المفروض حركتي تكون اكتر من كده. بس انا كانت مشكلتي في ان مين يقدر ده، مين يحب يغنيه. انا استمريت مع محمد منير لان انا ومحمد منير كان هو صوتي. انا كنت بحس ان هو صوتي. ايوه. وهو كان عنده نفس الشعور، انا كلمته. زي ما في شعراء كام شاعر كده هو استمر معاهم كان حاسس ان هم بيعبروا عنه، انه فعلا الكلمه دي تليق مع صوته. والحقيقه منير قالها لي كذا مره، انا عمري ما غنيت غنوه وما كنتش حاسس بيها. بالتاكيد بالتأكيد. فهو بيحس الكلمة وبيعرف يختارها. صحيح. فعشان كده أنا استمرت معاه، وهو اداني فرص كتير قوي ما كنتش أقدر أفرض نفسي عليه مدى الحياة. بس هل غيره أنا كان ممكن؟ نجحت مع حنان ماضي في شد الضفاير، نجحت مع أمال ماهر في عيني عليك يا طيبة. طبعا. بس التجارب ما تكررتش يعني. أنت فاهمني؟ ما فكروش. وأنا كمان ما مش هسعى لحد ممكن اكلمه في التليفون فما يردش عليا، ما ينفعش. انا اخر سؤال يعني هساله لك، انا كان الاول بس قبل اخر سؤال في اهداء من الاهداءات استوقفني. الاهداءات اللي انت عاملاها لداروينك. بتقولي ده اللي هو ديوان الصوره هربت من برواز. الصوره هربت من برواز. الاهداء الى كل النساء السابحات ضد التيار في بحور الشرق الهائجة.
طبعا مفهوم بحور الشرق الهائجه يعني اللي هي عواصف ورياح ومتاعب ومشاكل. انما هل في تلميح ضد الرجاله في كلمه يعني؟ هو انا ملمحها ضد الرجاله بس مش ملمحها، انا مصرحها. انا مصرحها كويس بس في مواقف حقيقيه وفي معاني حقيقيه وبرضه مكبراهم ومقدراهم في مواقف تانية. يعني الاخطاء ما مش هنغفرها حتى لنفسنا يعني. صحيح ولا يصح الا صحيح بالتاكيد.